الميديا نيرف في البالم، هتبص تلاقي الميديا نيرف دخل البالم بعد ما عدى من الفور ارم، مش الاول تحت الفليكسور ريتيناكلم، بعد كده اتقسم اسمين لاترال برانش وميديال برانش. اللاترال برانش ده هو اتقسم ثلاثة، اتنين للاترال سايد، تو برانشز للاترال سايد اوف ذا التو سايدز او الادجيسنت سايدز اوف ذا سامب، ادي اتنين برانشز اهم رايحين للسامب، وواحد رايح للاترال سايد اوف ذا اندكس فينجر، يبقى تو برانشز للسامب وواحد للاترال سايد اوف ذا اندكس فينجر. نيجي الميديال برانش اتقسم اتنين، واحد للادجيسنت سايد بتاع الاندكس والميدل، والتاني للادجيسنت سايد بتاع الميدل والرينج، يبقى ادي دولت، يبقى ده الديستريبيوشن اوف ذا ميديان نيرف في البالم. خد بالك النيرف اللي راح للاترال سايد اوف ذا اندكس فينجر بيدي الفيلس لومبريكال ماسك، النيرف اللي رايح للادجيسنت سايد بتاع الاندكس والميدل يدي السكند لومبريكال ماسك. يبقى معنى كده الميديان نيرف في الهاند بيدي كل السينر ماسلز ما عدا الادكتور بوليسز، بيدي الفيرست والسكند لومبريكال ايه ماسلز، وبيدي سنسوري برانشز او كوتينس برانشز لللاترال 3 اند هاف فينجر. يبقى هنا دي لللاترال 3 اند هاف فينجر، يبقى ذا لاترال برانش اللي هو ده سبلايز السينر ماسلز هنا ما عدا الادكتور اللي بتبقى موجوده هنا، وبعدين بيدي ثلاثه بالمر ديجيتال برانشز، اثنين للصنب وواحد لاترال سايد بتاع الاندكس. نيجي وطبعا وده ادى الفيرست ايه لومبريكال. نيجي الميديال برانش ادى الادجيسنت سايد بتاع الميدل تو برانشز، واحد للادجيسنت سايد الميدل الاندكس والميدل، والتاني للادجيسنت سايد بتاع الميدل والرينج، وده ادى السكند ايه لومبريكال مصر.